ان شاء الله ترتيبات مثل ما تبي، كلش تمام، اشجار اللي تبي، مناظر حلوه. شوف وين هذا يا اخ عبد العزيز، انا قايل لك هذا مطرب شعبي، تحط لي ورد وزهور واثاث حديث. يا اخي ايش فيك انت الله يهديك؟ حط لي طرف طعس، حط لي طرف ساقي، حط لي يا اخي على الاقل الخاله. اوكي مي مشكله يا اخي، مهندس الديكور نايم في المحطه، لكن بيني وبينك انا دورت انخره ما لقيت بصراحه. لكن تدري شلون؟ لحظه سعد، يا سعد. ايوه سعد، الحقني بسرعه، تعال بسرعه يا سعد. ايوه شوف سعد، تنقز الان تشوف الشجره وتحتها ضب، بسرعه سعد. ايش قلت؟ الشجره وتحتها ضب يا سعد. الشجره ما مشكله، كان ضب، وين اجيب لك الان؟ شلون يعني مسكت الا على الضب؟ يعني والله شيء غريب يا اخي، على الضب يا اخي وين احنا، في بالبكسي ولا في الرياض يا اخي؟ انا عارف انه بالرياض، لكن ضب ما اجيب لك الان يا اخي، زنقتها انت. بعدين كلم حق الديكور، هو اللي عنده صلاحيات. اوكي كات ذات اوت. اوكي ما هي مشكله. عموما يا استاذ، ايوه استاذ، قل لي ضيفكم هذا متى بيجي؟ متى؟ والله المفروض بعد 5 دقائق يكون هنا، بس لو سمحت كلم البواب اللي برا عشان يخلون دخل السياره ضروري، ترى انه فنان حساس. ماشي بس قل لي وش اسم ضيفكم هذا عشان اكتبه على الشاشه اثناء الحوار. اسمه الحقيقه انا بصراحه ما ادري، لكن اسم فني، اسمه أي الفني شي. اي شيء اسمه الفني عندليب طويل. يا سعد. ايوه يا اخي ضبك ذا يا اخي رشه مويه، شوف له حال يا اخي، ابغاه مضبوط يا اخي. ما في شيء، ها ما في احسن من كذا. يا سعد او ماي او ماي جاد يا سعد، خلاص ابعد عني يا سعد، ابعد انت، احنا ابغى ضب. هذا ضب، خلاص ضب حطه يا اخي، خلاص ابغاه طول اللقاء يكون مضبوط. لا صح، يا شوف خلاص يا سعد، خلاص يا سعد، يلا ستاند باي. ابوياد ابو سامر اضبط الكاميرا هناك، يلا يا شباب يلا بسرعه. يا
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. اقول يا اخوي، نعم، الحقيقه النافوره اللي انتم حاطينها برا هذه خطيره جدا يا اخي، يعني اللي ما ينتبه يطيح فيها. نقول لهم عليها، نقول لهم تفضل تفضل، بس لو سمحت خلي الاخ ينتظر في غرفه الانتظار لين خلص اللقاء. لا ما تعرف هذا حنش، هذا احسن مروس عندي، هذا هذا فنان يعجبك. تعال يا حنش، تعال تعال تعال، اقعد اقعد هني يا سنايدي اقعد. جاهزين يا استاذ؟ اوكي ستاند باي 3 2 1. لو سمحتوا بعد ما يبدا اللقاء ناخذ اللي عندكم هدوء عشان نقدم البرنامج. سيداتي سادتي، نحييكم من قناتنا حقتنا ومحطتنا حقتنا وبرنامجنا أساطير النقم في إحدى حلقاته الجديدة. أعزائي المشاهدين، ضيفنا لهذه الحلقة الفنان الجميل جدا عندليب طويق. شكرا. الله يحييكم. شكرا شكرا. الحقيقة يا أخ عندليب، من الأشياء الصعبة على المذيع دائما هي بداية الحوار، ولكن نعود إلى سؤالنا التقليدي، كيف دخلتم مجال الفن؟ حلو، الله يعطيك العافية. الحقيقة أنت أول واحد ينشدني هالسؤال هذا. شكرا. أنا طبعا بديت الفن من وأنا صغير، ها؟ بديت ألعب بالفن، ألعب لعب. تعرف طبعا الوالد كان مروس وملحن أيضا، يعني قدم ناس كثير الحقيقه، مثل عندليب، لا وش اسمه، فتى 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 ايش، فتى فتى الجراديه، فتى الجراديه، وثاني وش اسمه ذاك، ايه بالبخنجليله، والثاني وش اسمه، يا ربي يا ربي يا ربي، المهم الاهرام، اي المهم ما علينا منه، المهم واجدين اللي هو قدم. وطبعا انا بديت يعني حياتي مع الفن، والعب مع هالفن، واشوف هالعواد، واشوف هالمراويس، والحقيقه دخل الفن في نفسي، ها؟ المهم اني عشت في 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 عائله فنيه الحقيقه. نعم. ما شاء الله، مثل ما يقول المثل، ابن البش عور. قصدك ابن الوز عوار. هي 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 قريبه من بعضها كلها واحد. لكن اذا كان هذه كانت هذه البدايه، فماذا عن مجال الاحتراف؟ وش يعني كيف احترفتم الفن؟ كيف تفرغتم للفن؟ مجال الاحتراف. الحقيقه هذه لها قصه طويله طويله. اقول له يا حنش؟ والله ما ادري عنك انت، ان كانك انت مستحي انك تقول له انا اقول له. الحمد لله. وش اللي مستحي من ذا؟ يا جماعه ترى شوقتونا وشوقتوا الجماهير ليعرفون. اي نعم نعم نعم. الحقيقه مثل ما قلت لك، كنت مع الوالد الحقيقه دائما اروح معه، وكنا مره عند واحد اللي سوى ذيك الفرح حق ولد بركبه. مشهورة ذي، بسيطة مشهورة. اي وش الاغنية وش يقول؟ اعلمك وش يقول فيها؟ اي تسمعني؟ اي نعم اسمع. يقول فيها يا ربي يا ربي، ان كانك انت مشغولة انا اسمي صامولة، كانك انت مشغولة انا اسمي صامولة. ما شاء الله ما شاء الله. طيب يعني كيف اكتشف صوتكم الجميل؟ هذا هو السؤال. نعم هذا فعلا اصبت ما شاء الله عليك. كنت عند هذا ابو ركبه هذا مع الوالد. المهم انه كان يلحن والوالد يروس، وانا صغير. ناداه واحد، قام الرجال ووطى على رجلي. انا طبعا صحت، قعدت اصيح، صحت. يا رجلي. وقف كذا وطالع في الوالد. نعم. قال ولدك هذا، ابنك هذا موهوب. عقبها قال انا خلى تبناه فنيا، وتبناني فنيا. عقبها انطلقت مثل الصاروخ من لحن الى لحن. اخ عندليب طويق، بعد ان تجاوزنا مرحلة البدايات والاحتراف وقصة حياتكم مشيقة جدا، نريد ان نغوص في
مجال الفن الجديد في الأغاني، ألا هو الفيديو كليب والأغاني الشبابية. ما رأيكم في الأغاني الجديدة أو الشبابية الحديثة كفنان مخضرم؟ والله شوف، يعني الأغاني الشبابية أنا أشوف أنها تسبب حزازات بين الأندية الحقيقة. كيف يعني؟ وضح لو سمحت. يعني أنت ما تعرف؟ لا. أيه أنا أقول لك، يعني شوف الأغاني الشبابية والشي، أنا أقول لك قصتها الحقيقة، قصتها فاهمها أنا. نعم. هذه يا طويل العمر شباب قاعدين يلعبون، واحد منهم متحمس مشجع يشجع. نعم. متحمس وينطب وينطب وينطب. وش يقول؟ يقول يا شباب يا شباب العبوا العبوا يا شباب العبوا العبوا يا شباب واجيب لكم كيلو كباب. ما شاء الله. قام واحد، شلون شوف الذكاء الموسيقي، قام واحد لقط هالإيقاع الجميل يا شباب يا شباب وسماها أغنية شبابية هذه. طيب صحيح. دعونا نعود إلى الوراء شوي، أو نقفز 20 سنة قدام. إيه نعم. بعد مرحلة الأغاني الشبابية غطس الشباب والمطربين في الأغاني ما تسمى بالفيديو كليب. إيش يقول؟ وش قلت؟ فيديو كليب. أقول تعرف شيء عنه أنت؟ وش هو؟ هذا اللي قامزون فيه يجيبون صور. قامزون إيه؟ أقول يا أخوي. نعم. أنت ما تشوف إن هالضب بيذبح الحر؟ دليل أعزائي المشاهدين، دليل أن هذا الفنان حساس. ولكن ما هي علاقة الضب بالفن؟ الله يهديك الله يهديك. بس تقول له قصة الضب؟ اي والله اقدر اقول له. تبي انت تقول له؟ اي تفضل. همان مره كنا طالعين ذاك اليوم، الحمد لله يا ربي طالعين كشته الدابر، هو ما ادري بس انا كني اذكر اسمه، وش اسمه يا ربي، اسمه الصمان، كشته هي طويله، وفي هناك ضبان، وقمنا انا وياهم كلنا، وانا قاعد ذاك اليوم وقمنا وصدنا 30 ضب وكبسنا عليها كبسه ربي، والله يا هي طعمها زين ويفرح اللي ما يفرح. وانا قاعد ذاك اليوم زي كذا سبحان الله زي كذا يعني، وقاعد انا كذا ها واقول خرش العود، قاعد خرش العود اساله بعد اساله، انا قاعد خرش العود خارج ما يهمني. وذاك اليوم ام جديك الليله انت ترى انا اقول الصدق، اساله انا ماني بقول لا شيء صدقي. وقمت انا ذاك اليوم وراك الليله ضحكنا ضحك ضحكنا ضحك ما قد صار، ما قد صار هو ولا استوى، ما بستوى يوكل يعني، ما قد صار لحد ابد. وبس. لا بس علاقة الضب بالفن والإحساس. أنا أقول له إيه؟ هما هي خرش العود. نعم. خرش العود والمراويس وطبول ها؟ نعم. لوم درينا لوم طلع الضب من الفتحة دي. الضب طلع من فتحة العود. ما شاء الله. هذا دليل يا أستاذ إن الضب حساس، يعني إحنا نشوف إن جسمه مثلاً أحرش. نعم. وعكرته مثل المبرد. لكنه حساس جدا، وش اللي جابه يتوزع في العود لو انه مو بحساس؟ شفت يا سلام شفت. دعونا ناخذ استراحه قصيره ونبعد عن موضوع الضب. نعم نعم نعم، مثل ما تبي، احنا نقول الضب في 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 حكم المضيف. صح يطلع منه يطلع يا قدير. طب نسمع اخر ابداعات الفنان عندلي بطوي. إن شاء الله. مستعد؟ والله الحمد لله أنا فيني شدة، بس إن كان عندكم واحد يازن العود كويس أنا مستعد. غريبة يعني ما تعرف تازن العود؟ مو أنا إن ما أعرف يازن العود، اسأل عني أنا عارف، بس أنت مخرب الوزن البارح. حنش العود موزون من البارح. لا أنت قاعد أنت البارح أنا وازن هنا ذولي وأنت قاعد تلعب فيهن. إي أنا كنت البارح أحاول بس انا ما ادري، انت مخربن هو مخربن هو. طيب يعني معقوله يعني فنان وشعبي وتعزف عود ما تعرف تازن العود يعني؟ لا الحقيقه هو اللي دايم يازن العود وهو اللي يدق العود، لكن يا اخي خلصونا يا اخي، ما لا احد الحديد، كمل الحديد يا استاذ. من هو ذا يا اخوي؟ هذا المخرج. هذا المخرج سحلان. وراه يا اخوي وراه يهاوش. طيب معلش حلال، حاضر يا استاذ. يلا يلا.
المخرجين ترى دائم كذا، المخرجين ينرفزون يطاقون مع الناس يشدون شوشهم. ايه بس سنة واحدة مزعل هذا. ايه بس لا ترفع صوتك عليه، البارح كان عندنا مقابلة طب في بطن المطرب. يا سهل. طيب يلا ثيتو نبدأ من جديد نكمل الحديث يا أستاذ. كمل حوار. طيب كمل حوار. ثيتو ون. الآن أعزائي المشاهدين ننتظر على الهواء، وطبعا الرقم طالع عندكم على الشاشة إذا كان هناك أي أسئلة للفنان عندلي بطويق. ننتظر مكالمة يا أخوي. على فكرة ذكرتني. نعم. أنت أمس لو تتصل بي تقول إن فيه اتصالات، ما حد اتصلينا. إيه بس إحنا ما عطيناهم فرصة، انطلقنا بقصة حياتك. الآن ننتظر مكالمات. ألو ألو ألو. غريبة. ألو. أيوة معاك يا حبيب، معاك على الهواء. ألو. أيوة. قال بالنسبة للفنانين الشعب. أهلا وسهلا. ألو. أهلا. قال بالنسبة للفنانين الشعب. أهلا وسهلا. ألو. اتفضلي يا أختي. ألو. اتفضلي يا أختي. ألو. إيش السؤال؟ السؤال بالنسبة للفنانين الشعبيين عندنا ما عاد لهم. والله يبدو من السؤال إنه. أيوة يا أختي. السؤال بالنسبة للفنانين الشعبيين عندنا ما عاد لهم. والله يبدو من السؤال إنه يبغى له بحث واستقصاء. اي نعم. انا كنت ابغى اسمع أيوة عن الفنان. لا حط انتم الرقم عند السنترال وبعدين احنا نكلمكم. ايوه يا اختي. طيب شكرا، مع السلامه. مع السلامه. ذكر المكالمه دي ما هي بلي انا. اي بس شفت السؤال يعني ما هو بهالعمق فقلت اجاوب انا. ايه طيب زين. نعم. ايوه يا استاذ. ايوه مكالمه ثانيه معنا. ايوه الو. ايوه الو يا اخوي، وعدتونا وما شفنا شيء، وش دعوة يا لك السؤال. الو الو. نعم نعم يا اخوي، وعدتونا وما شفنا شيء، وش دعوة يعني قصدك الشريط اللي بينزل جديد؟ وش تقول؟ لا لا الحقيقة. وش هو شريط يا اخي؟ انا حكي عن العداد اللي صار لكم يومين تبون تفتحونه. عداد الماء اللي سكيتوه. ايش هذا؟ يقول عداد ماء. ايوه حسبها يا اخي، احنا برنامج اساطير النغم معانا الضيف عند اللي بطويق. المصلحه؟ لا يا حبيبي لا ما هي مصلحه المياه. غلطان. طيب اكلمه مره ثانيه. ها لا بعدين تكلم مره ثانيه. اي طيب. ايوه على العموم انا ارجع لاسئلتي لاني انا احضر الاسئله قبل ما ابدا. تفضل. الحقيقه في وقت للسؤال. اختم يا ابن الحلال اختم. هذا وش بيه زعلان؟ شلون اختم؟ اختم يا استاذ بسرعه اختم. كلمتين من عندك يلا. اختم البرنامج؟ اي يلا. نأسف عزيزي. اعزائي المشاهدين، نظرا لضيق الوقت وانتهاء حلقتنا لهذا الاسبوع نودعكم ونتمنى ان نلتقي بكم مره اخرى مع فنان شعبي اخر عصري وحداثي في نفس الوقت. الفنان ضيفنا لهذا اليوم الفنان عندليب طويق وخو حنش. اعزائي المشاهدين، قبل ان نختم هذا اللقاء تقديرا لما بذلتموه في المجال الشعبي والفني، فنود ان نهديكم هدية بسيطة ومتواضعة، لان هناك علاقة بين فنكم انتم الاثنين والاخ الضب اللي عندنا، فهل تقبلون هذا الضب من اسرة البرنامج هدية؟ الحقيقة ان الهدية فعلا جت في وقتها. حنش سم. تكفى يا حنش، قم اخذ الضب هذا وشوف ان كان ذكر ولا انثى. الحين الحين. شكرا شكرا جزيلا. اي يا حنش يطلق. فكه يا حنش. ما اقوى. لا فكه من هنا. انت اسكت لا يدرون حنا. فكه يا حنش. فكه انت. هذا منكم. خليك معي خليك معي، شاهد معي شاهد معي، بعض المشاهد والتي